أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بعض الناس يجعل من زكاته في بداية رمضان أو وسطه أو آخره، هل في رمضان مزية عن بقية الشهور في الزكاة؟ نعم، رمضان أفضل من غيره للعبادات من صدقات وغيرها، والحسنات تضاعف فيه أكثر لفضل الزمان، ولكن لا يؤخر الزكاة عن وقت وجوبها إلى أن يأتي رمضان، لأن المساكين والمحتاجين حاجتهم حاضرة لا ينتظرون إلى أن يأتي رمضان، فعليه أن يبادر بإخراج الزكاة عند وجوبها. نعم.